يا بنت بطلي عياط بقى كفاية. ايه مالك اتوجعتي بالقوي كده ليه؟ اتوجعتش ولا حاجة. مفيش. مفيش ازاي؟ وريني كده. دي لسعة سيجارة. هو لسعة بالسيجارة اللي ينشك في قلبه؟ مش كفاية انه بيضربك كمان بيلسوعك؟ عايز يشوهك ابن خضرة؟ طب واللي صلب عضو راجل ان ما كنت قلبه مرة ما بقاش انا المعلمة حسنية. لو النبي بلاش. للدرجة دي باقي علي يا نوسة بعد اللي عمله فيكي؟ مش باقي علي هو، انا باقي على ده. لساتها بتوجعك؟ قلبي يا حسنية، قلبي متاخد. بالعجل حنان الام نزل فيكي يا بنتي. نزل فيا ومش هنزله. ياه، للدرجة دي عايزاه؟ ايوه عايزاه. أنا بحسد الشناوية على حب حمادة ليها، وإن الدنيا كلها ما تسواش قصادها حاجة عنده. أنا عايزة كده، عايزة عيل يحميني ويسندني. وأنا رحت فين يا نوسة؟ حكمت عليا بالموت بدري. بعد الشر عليكي، بس العيل برضو حاجة تانية، سند من نوع تاني. وأنا عايزة اللي في بطني حتى لو هخسر قصاده حاجات كتير. خلاص يا بنت خليه، خليه جواكي. الشناوية مش أجدع منك. وإن حمادة ركب دماغه، تعاليلي وعيشي معايا وتبقي تحت حمايتي، وخليه في ابنك وربيه هنا، وهو تبقوا انتوا الاتنين تحت نظري. وإن مد إيده عليكي تاني وحياتك عندي اللي هي أغلى من حياة أمه عنده، لكون قطع إيديه ورقبته كمان انحكمت. لا قطعتي قلبي. حد يعيط على حمادة؟ وإيه اللي يزعل في كده يا سعد؟ ده أنت حقك تفرح إنها عايزة تشيل منك حتة عيل. وإذا كان ربنا نفسه مش عايز، يبقى نعافر ليه بقى في الفاضي ويبقى اسمنا ما شكرناش؟ مين قال في الفاضي يا عم سعد؟ مين قال؟ يما مش أنت قلتي لي عن واحدة هنا في السيدة تعرفيها، ظروفها نفس ظروف ثانية، عملت العملية وخلفت. نفس الظروف ثانية بالملي، وربنا جبرها. مش بعيل واحد، بعيلين في بطن. وأنا كل اللي عايزاه يا سعد عيل واحد بس أطلع بيه من الدنيا، ولو العملية فيها خطر عليا أنا راضية. يا أختي بعد الشر عليكي، ربنا عمره ما هيعمل معاكي حاجة وحشة طول ما بتسعي في الخير. وكفاية إنك بتجري ورا الأسباب وما ركنتيش وقلتي بركة يا جامع زي ناس. كان نفسي تبقى قنوعة وراضية بقضاء ربنا يا سنية. طب ما جايز ده مش قدر ربنا فعلا. يعني ايه مش قدر ربنا؟ امال قضى مين؟ انت هتعك يا سيد ولا ايه؟ هتفتي في دين ربنا كمان؟ ربنا فتح لكم طاقة امل، ده قضاه.